خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة مع محمد السبعي، حلقة يوم 8/12/2023. في أهم عناوين هذه الحلقة: ويحمان رئيس المغرب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بعد عودته من جنوب إفريقيا ومقابلته لحفيد نيلسون مانديلا في ضيافة الشرطة، والاتهامات اللي متوجهة ليه غادي نتكلم عليها في هذه الحلقة، إضافة إلى موضوع آخر متعلق بردة فعل الإعلام الجزائري من اكتساح المغاربة للترشيحات ديال اللوائح النهائية ديال أحسن والأفضل في إفريقيا 2023. غادي نشوفوا ردة الفعل وغادي نجبدوا مثل من هذا الأمثلة هو حفيظ الطعرجي، نشوفوا أشنو قال بالضبط، إضافة إلى بعض المواضيع الأخرى في هذه الحلقة اللي بغيناكم تتابعوها معنا من الأول حتى الأخر. ما تنساوش جيم ديالكم الاشتراكي، لما كنتيش مشترك معنا خلي لنا أي كومنتير في يعني في التعليق، وعلى بركة الله مشينا مع محمد السباعي. جمعة مباركة للإخوة والأخوات، شكرا جزيلا لكم على اختيار قناة محمد السباعي مرة أخرى، ونبداو لكم بالأخبار ديال اليوم. أولا واحد الإشارة متعلقة بالملحون. احنا كنعرفوا بأن الملحون كان واحد الصراع بيننا وبين الجيران اللي منهوك عليه مدة هذه، ولله الحمد تم حسمه هذا التراث المغربي الأصيل لصالح المغرب. وبالمناسبة غادي نتكلم لكم حسب ما نشرته لنا وزارة الثقافة المغربية عن الدول الإفريقية الأكثر تسجيلا للتراث الغير المادي باليونسكو. شكون هي هذه الدولة الأولى على المستوى الإفريقي اللي عندها يعني التراث الغير المادي ديالها، مثلا الموسيقى الأشعار كذا كذا، هذا هو التراث الغير المادي اللي عندها في اليونسكو. كنلقاو في المرتبة الأولى عندنا المغرب ب 13 عنصر، وفرق كبير وبينه وبين الرتبة الثانية اللي هي مالي والجزائر ب 8 ديال العناصر، عادة الرابعة ومالاوي بستة ديال العناصر، زامبيا ونيجيريا ومصر في المرتبة الخامسة والسادسة والسابعة بخمسة ديال العناصر، وإثيوبيا بربعة ديال العناصر، الكوت ديفوار وموريتانيا بثلاثة ديال العناصر. هنا كنعرفوا الغنى والتنوع ديال التراث الغير المادي المغربي اللي كنتمناو مثلا مازال أننا نحسموا بعض الملفات العالقة مع الجيران اللي منهم، خصوصا فيما يتعلق بالقفطان وكذلك الكسكس والزليج، ويتم إدراجهم رسميا لدى اليونسكو كتراث، سواء في التراث قائمة التراث المادي وكذلك في قائمة التراث الغير المادي. لدينا كذلك واحد الخبر هو أن المغرب اختار واحد المجموعة إسرائيلية، شركة إسرائيلية رائدة في صناعة الفضاء، باش تزودوا وتطور معاه قمر اصطناعي جديد. المغرب عنده جوج ديال الأقمار الاصطناعية، آخرها محمد السادس اللي كانت سنة 2017، ودابا المغرب غادي يدير قمر اصطناعي جديد. مزيان، ولكن كنعرفوا أن الأقمار الاصطناعية الأولى كان المغرب اشتغل فيها مع فرنسا وكذلك يعني فرنسا وأوروبا الاتحاد الأوروبي عن طريق شركتي إيرباص وطاليس. هذه الشركة ديال إيرباص الفرنسية كانت بغات كذلك تفوز بهذه الصفقة ديال هذا القمر الاصطناعي الجديد، ولكن تعثر المفاوضات بين المغرب وفرنسا والعلاقات المتدهورة اللي كانت آنذاك أثناء المفاوضات هي اللي فشلت هذه الأمور كلها، وكانت جات المديرية العامة للتسليح الفرنسية اللي هي تابعة لوزارة الدفاع الفرنسية، كانت جات هنا إلى المغرب من أجل إقناع المغاربة باختيار الشركة الفرنسية،
ولكن حتى المسؤولين المغاربة رفضوا آنذاك استقبال هذه المديرية واختاروا شركة إسرائيلية لكي يديرها وكيترأسها عامر بيريتس اللي كان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وهو من أصول مغربية ويفتخر بالتمغربية ديالو. أنا كنقول لكم في هذه النقطة كاين بعض الناس ناقشوا هذه الأمور وقال لك لا إسرائيل تقتل في أخواننا وأصحابنا. إيه متفق معك، راه متفق معك، إسرائيل كتقتل في خوتنا وصحابنا، ولكن راه كاينه شي حاجة سميتها التوازنات العالمية. نعطيك مثال الجزائر. الجزائر عندها تعاون عسكري أو كتشري سلاح من روسيا وكتشري السلاح كذلك من الصين وكتشري السلاح من إيران. هذه الدول بثلاثة كلهم متورطة في يعني في عمليات حرب وإبادة تجاه المسلمين، سواء روسيا وحنا كنعرفوا التاريخ ديالها في أفغانستان وكذلك مع الشيشان، التاريخ ديالها اليوم غير البارح هالبارح في سوريا أشنو كانت كدير، ومع ذلك الجزائر كتقدم لها السلاح. الصين كنعرفوها شنو كدير في بورما، ايران شنو كدير في الاخوان ديالنا الاحواز اللي هم مسلمين وعرب. اذا راه كاينه توازنات، راه ما يجيش شي واحد يقول لا انتم تخطئ، راه غير في هذه القضايا الانسانيه كلها فلسطين طالعه في الطلوس، فلسطين متسلط عليها يعني الاعلام بزاف. ها الجزائر اليوم تساهم مع روسيا في قتل اخواننا الازواد دابا في هذه اللحظه التي اتكلم معك فيها، ولكن لان الاعلام ما مسلطش على هذه الامور، لان الناس ما كاينش مفكرين، ما كاينش فلاسفه، ما كاينش شعراء، ما كاينش مسرحيين كيتكلموا على هذه القضايا، فهما مخبيه ما بحال ما كيدير شي واحد حتى شي حاجه. راه اسرائيل بحالها بحال روسيا بحال الصين بحال ايران. فاذا خصنا نقولوا للجزائر تنتموا وقطعوا علاقتكم مع هذه الدول باش نقطعوا حتى حنا علاقتنا مع اسرائيل، ولكن ما تقدرش. كاين ما يسمى بالعلاقات الدوليه والتوازن الدولي. نعطيك مثال اليوم كذلك الولايات المتحده الامريكيه اليوم السلاح ديالها راه كتعطيه لاسرائيل وكتضرب به غزه. كاينين جنود بريطانيين اليوم كذلك في اسرائيل يقتلون اخواننا في غزه، ولكن غير الجزائر مؤخرا الوزير الاول ديالها او وزير الخارجيه ديالها احمد عطاف كان في بريطانيا. اليوم مسؤولين عسكريين امريكيين الان الذي في هذه اللحظه اللي كنتكلم معك راهو كاين في الجزائر. اذا ما الجزائر ما تقاطعش بريطانيا وتقاطع امريكا اللي كيقتلوا ويذبحوا كذلك في الاخوان ديالنا في غزه. اذا هذه الامور الخوت غير باش نسدوا هذا القوس ديال المغرب مالهم تعاون مع اسرائيل. واسيدي جينا حنا بغيتو تحرموا علينا اسرائيل، وراه حنا خصنا نحرموا عليكم هؤلاء الدول اللي نتوما كتشتغلوا معاهم. فك الله أسرى إخواننا في غزة ونصرهم على من عاداهم. إوا ندخلوا نبقاو في هذا النقاش ديال التخوين وما التخوين وكذا وهذيك الهضرة الخاوية، ونجيو لكم لهذا المسمى ويحمان. هذا ويحمان حتى هو اللي في أي لحظة كيقلب على أي لحظة باش يصفي حسابات مع المغرب. هو لا يعني لا يدافع عن بورما، لا يدافع عن الشيشان، لا يدافع عن افغانستان، لا يدافع عن سوريا، هو متخصص في القضيه الفلسطينيه. بحال هذوك انسان من درجه اولى والاخرين اناس من درجه ثانيه. مؤخرا دار واحد الاستفزاز الاول اللي كان دار في اللقاء ديالو مع المهداوي اللي قال لهم انا اصدق حزب الله واصدق ايران ولا اصدق بوريتا، والمرة الثانية اللي مشى فيها إلى الجنوب إفريقيا وطلق بحفيد منضلة. تشير بعض التقارير الإعلامية هذه المراسلة اللي وصلت إلى ويحمان من جنوب إفريقيا اللي فيها تكفل بجميع المصارف ديالو ديال التنقل من المغرب إلى جنوب إفريقيا، والبقية تعرفونها. سيد طأطأ الرأس، حنا راسو، وجا كيقلب على الحفيد ديال مانديلا باش يضرب معاه تصويرات. هذه الصور المستفزه والتي طالب المغاربه ونحن منهم كذلك ان يفتح تحقيق المعاد الشخص، لانه اطلق مع احد اعداء المملكه المغربيه اللي هو حفيد مانديلا. واليوم من يعني اللي كاين معنا في البلاد وكيسلم وكيجلس مع اعداء الوحده الترابيه المغربيه فهو خائن لا محال. هذا السيد أو هذا الشخص دخل إلى المغرب وغادي تتابعوا واحد المتابعة قضائية مع الشرطة، واحد الشكاية غادي تقول لي واش متعلقة بمانديلا
وكذا يا ريت الخوت، ولكن لا، الامر كيتعلق بالمحتجزين او المعتقلين ديال الريف اللي فيهم سي سميرة أغيد ومحمد حكيم هو زكريا أدهشور ونبيل أحمجيق وناصر الزفزافي. هاد الخمسة اللي كنطلبوا من الله عز وجل ونتمنى كذلك من الملك ديالنا أنه يطلق الصراح ديالهم. ناس يعني طالبوا بمجموعة من الأمور الاجتماعية، لم يثبت أنهم هزوا الأعلام ديال الانفصال ديال الريف اللي كانت آنذاك كانت قوى خارجية بغات تجي تحور النقاش الاجتماعي إلى نقاش سياسي. كذلك هاد الناس اللي وقفوا في وجه الجزائر وقالوا أننا نحن ضد الكبرانات ومع مغربية الصحراء، غير هذه المواقف المشرفة ديالهم تشفع لهم بالصفح من طرف السلطات المغربية. هاد الناس داروا واحد الشكاية نهار 25 أكتوبر 2023 ضد هذا المسمى ويحمل شكاية، بعد ما كان هو اتهمهم بأن الموساد الإسرائيلي اخترق الحراك ديال الريف. غادي تقول لي والشكاية راه واقيلا دارت غير من بعد ما مشى السيد الجنوب إفريقيا، راه يلا مشى يلا واحد أسبوع. الشكاية راه كاينة من نهار 25 أكتوبر، يعني قريبة شهر ونص تقريبا أو شهر ونص باش دارت. دارت من طرف الإخوان ديالنا المعتقلين ديال الريف، وجلسوا معهم ثلاث اللي داز السلطات أو الشرطة القضائية، والآن راه سيتم استدعاء كذلك ويحمان للاستماع إليه في الاتهامات اللي أعطوها له أو في الاتهامات موضوع شكاية الإخوة المعتقلين ديال الريف. انا ملي كنشوف ويحمان خارج اسوار السجن وهاد الناس داخل اسوار السجن، فهنا العكس صحيح اللي كان، العكس صحيح. نعم نعترف ان الاخوان داو بعض الهفوات، ولكن لا اعتقد بان هفوات يمكن ان تؤدي بهم انهم يخلصوا 21 عام او 30 عام في السجن. وندخلوا معكم الى النقاش الاخر، النقاش المتعلق يا سيادنا بردة الفعل ديال الاعلام الجزائري من التتويج ديال او من التتويجات ديال الكاف اللي غادي تكون هنا في مدينة مراكش في هذا الشهر ان شاء الله، بعد ما تم الاعلان عن اللائحة الحصرية او المحصورة النهائية ديال الافضل في افريقيا. خرج الاعلام الجزائري، يعني بزاف ديال الصحف بزاف ديال الناس خرجوا، ونظرية المؤامرة مرة اخرى. لقجع هو اللي قصى مولودية او اتحاد الجزائر، لقجع هو اللي قصى رياض محرز، ومنهم هذا حفيظ الدراجي اللي ما عجبوش الحال ان حكيمي يكون في القائمة النهائية. قال لك اعجوبة السنة التتويجات الفردية والجماعية لم تعد معيارا للتواجد ضمن قائمة المرشحين للفوز بالجوائز الفردية على مستوى الكاف. يبدو ان الاتحاد الافريقي اخترع معايير جديدة عند اعلان القائمة المصغرة لهذا العام والمكونة من صلاح أسيمان وحكيمي رغم تتويجه بدوري الانجليزي، يعني الثلاثية، يعني رياض محرز خدا الثلاثية وما درش في القائمة. حنا غادي نردو عليك هذا اليوم بالارقام وبالوقائع. حتى حنا المغاربة ما عجبناش هذه الامور، خصوصا فيما يتعلق باللائحة النهائية ديال الافضل اللي كنا كنتمنى، المغاربة كانوا كيتمناو يكون بونو وما يكونش حكيمي. بونو فعلا يستحق، بونو كان حاسما في وصول المغرب الى نصف النهائي كأس العالم، بونو خدا الدوري الاوروبي هو انصيري، هو انصيري جوج اللعابه مغاربه حققوا، خاصهم يكونوا حتى هما. راه انا 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 لو يعني لو تقولوا لي المنطقه شنو خصو يكون، خصو يكون انصيري وبونو واوسيمان ديال هاد الثلاثه هما اللي خصهم يكونوا. انا حسب رايي غتقول لي علاش حكيمي، نقول لك حكيمي على مستوى المنتخب الوطني حقق يعني النصف النهائي بحالو بحال انصيري وبحالو بحال بونو، ولكن ما حقق والو على المستوى الفريق ديالو باريس سان جيرمان، في حين ان انصيري وبونو كانوا حاسمين، هذاك ماركا اهداف حاسمه، الاخر كان التصديات ديالو حاسمه بفوز اشبيليا بالدوري الاوروبي، ولعبوا السوبر الاوروبي كذلك وكانوا قاب قوسين او ادنى
أنهم يأخذوا اللقب. فبالتالي نحن كذلك المغاربة ما عجبتناش هذه اللائحة النهائية. ومن اللي كتقول لنا أنت أن رياض محرز فاز بالثلاثية رغم أنه كان فخر الدكة، يعني أغلب الماتشات دياله كان احتياطي، ونقولها لكم هنا النهائي ديال دوري الأبطال ما لعب ولو دقيقة واحدة، ولو دقيقة ما لعبها نهائيا. كذلك مع ريال مدريد في نصف النهائي لعب 11 دقيقة وحتى ضمن المانشستر سيتي التأهل ديالو، يعني لم يكن حاسما في تأهل مانشستر سيتي، ما لعب حتى دقيقة في الربع النهائي مع الباير ميونخ، يعني في الربع وفي النصف وفي النهاية لعب 11 دقيقة غير زايدة، والو غير هكذاك، ما لعب ولو مباراة واحدة كرسمي في يعني في الدوري أو في أدوار خروج المغلوب. إذن هل يستحق هذا اللاعب هذه البطولة أو يعني هذا التتويج؟ لا أعتقدني بتاتا، وخصوصا كان عندنا احنا كذلك لاعب ديالنا في 2021 اللي هو حكيم زياش اللي دته هو الثلاثية، والثلاثية أكبر من ثلاثية مانشستر سيتي. خدا زياش آنذاك دوري أبطال أوروبا، وخدا السوبر الأوروبي، وخدا كأس العالم للأندية في نفس السنة، يعني ولكن احنا المغاربة حتى شي واحد ما علق، حتى شي واحد ما تكلم، حتى شي واحد ما قال حكيم زياش يستحق، لأنه ببساطة كان احتياطي. كحنا المغاربة شي شوية عندنا مع اللوجيك، شي شوية اللوجيك كاين عند المغاربة. نزيد نضيفك، علاش دابا كتحتجوا على الكاف والبارح ما كنتوش كتحتجوا على الفيفا؟ غتقول لي مال جاب الفيفا الكاف؟ نقول لك ها هي القائمة ديال 30 لاعب احسن لاعب في العالم، ما كاينش فيها اسيدين هاك رياض محرز، كاين فيها حكيمي، وكاين فيها بونو، وكاين فيها اوسيمان، وكاين فيها محمد صلاح، هادو من افريقيا، وما كاينش هذاك اللاعب ديالكم رياض محرز. اذا علاش ما احتجيتوش على الفيفا؟ ولكن انتم عارفين بان يعني ما غاديش لن تستقيم لهذا الاتهام اللي هو ماذا لقجع يتحكم في الفيفا، هذه ما غاديش تجي، ما غاديش يقبلها اللوجيك، في حين ان اللوجيك سهل هو ان القجع يتحكم في الكاف. ونزيدكم باش زادوها وكملوها، قال لك لا رياض محرز ما يعني ما تسيليكسيوناش لانه يدعم فلسطين. ها واحد الشمعه اخرى لقوا اللي هي التطبيع واللي هي فلسطين، اي مشكل اي حساب ديالهم مع شي عدو ديالهم ولا خصم ديالهم كيعلقوا على القضيه الفلسطينيه وكذلك اسرائيل. وخذنا قبل ما نخليكم في هذه الحلقه، بغيت نقول لكم واحد الخبر. المدرب ديالنا السابق بادو الزكي راه دابا خصم للمغرب في تصفيات كأس العالم. كيفاش خصم للمغرب؟ غادي يولي مدرب او اصبح رسميا مدربا للمنتخب ديال النيجر. المنتخب ديال النيجر هو الخصم ديالنا في تصفيات كأس العالم. يشار ان النيجر راه كتلعب الماتشات ديالها هنا في المغرب لان ما عندهاش الملعب، وكذلك في البيان ديالها ديال التعاقد مع بادو الزكي شكروا الجامعة الملكية المغربية اللي سهلت لهم هذا التعاقد، وبحال كانت الوساطة يعني كانت الجامعة الملكية أقنعت بادو الزكي بتدريب النيجر، مع العلم أن النيجر خصم ديالنا. وهذا كيبين إلا بغيت نذكركم شي شوية أن الجيران كانوا بيسمموا لنا العلاقات مع النيجر نهار كيقولوا أن المغرب فتح أجواءه للطيران الفرنسي للدخول الى النيجر. ها هي النيجر اليوم دارت تاعها في المغرب رغم انه خصم ديالها في التعاقد مع مدرب مغربي، وهذا افضل رد على هذوك المسمومين. واقول لكم في النهايه هنيئا لكم باغلى لاعب في التاريخ بن بطوش، احسن لاعب داخل الجزائر، بصحته وبصحتكم حتى نتوما به. خذنا نهايه هذه الحلقه، شكرا جزيلا ديالكم على المتابعه، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.